الله معك استاذ زياد. اهلا اهلا رانيا، اول تحيه شيء لك بدي اعزيك ولمشاهدين. واقول لك المسيح قام بفقدان المطران بشارة. حقا قام، عزائنا لكل اللبنانيين وللكنيسة برحيل رجل الموقف والصلابة، رجل الإيمان بلبنان والإنسان الفرادة النموذجية للعيش معا بلبنان. رانيوس بشارة هذا الرجل الصامت والحكيم والفعال والثابت في مواقفه، بعتقد كل مسيرته تشهد وتعلمنا الكثير في زمن الرجرجات بالمواقف والزئبقيات والانتقال اليومي من موقف إلى نقيضه دون أن يكون لدينا بوصلة. بوصلة المطران يوسف شارع هي بوصلة إنسانية ووطنية وإيمانية، وبوصلة تنظر دائما كانت إلى لبنان على أنه رسالة حريات وحقوق إنسان، ولديه دور في صون كرامة الإنسان، وهو عاصر أصعب مرحلة مع البطريرك الكبير أيضا مار نصر الله بطرس الصفير. وأعتقد فقدنا رجلا كبيرا في زمن تنقصنا فيه هذه الرجالات في الكلام القليل والفعل الكثير. بحب انه قبل هيك ما نرجع على هالنقطة هيدي نضوي على اخر مرة تلاقيت بالمطران بشارة، كان في هيك لمعة بلقائكم، خبرنا كيف كان. ما كان اللقاء، كان من فترة قليلة الأسابيع الماضية، كان شديد الهدوء ولكن شديد الألم على لبنان. هيك بحكمة قال لي ممنوع نستسلم، لبنان وطن الإيمان والإنسان ويجب أن نستمر بالنضال. وكان سبقه بلقاء عام العام الماضي بعد غياب غبطة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير. ثاني يوم كان في قداس على نية البطريرك صفير وترأسه المطران يوسف شارة بتكليف من البطرك الراعي، وبس نزل من المذبح عم بيسلم، أكيد سلم على الكل وتوقف عند كل واحد. وصل لعندي قلت له سيدنا، كربت لي على كتفي وقال لي انتو جيل ما تورط بوساخة السياسي، متكلين عليكم. بعتقد هذا الرجل نحتاجه كنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، وهو اختار أن يعمل بصمت. هو كان قليل الكلام ولكن كان مؤثرا جدا. وبتذكر بالمفاصل الأساسية اللي كان لبنان عم يمرق فيها، وأنا هون اتطورت علاقتي فيه من 2003 طلاعا من إحدى مقالاتي بجريدة النهار بنيسان بال 2003. بيجيني اتصال من رقم 04 بيقول لي أنا المطران يوسف بشارة، بناقشني 3 دقايق على التليفون بشكل مقتضب جدا، كان عن العيش معا في لبنان. نعم. قلت له يا سيدنا من وين جبت رقمي؟ قال لي جبت رقمك من البيك. البيك هو الله يرحمه استاذ سمير فرنجيه كمان، وبعرف قديه كان في تلاقي بيناتهم على هيدا العيش معا وعلى سلام لبنان استاذ زياد. وعلى الحوار الفكرة هون إذا فتنا بالوضع اللي يعني برأيه السياسي، ما بعرف قديه كان يعبر عنه، بس هل يمكن وضع كخبير سياسي، هل ممكن وضع المطران بشارة ضمن وجه سياسي أو قسم سياسي واحد بلبنان؟
رانيا المطرانيوس بشارة ما كان عنده رأي سياسي، كان عنده بوصلة وطنية. في فرق كبير بين اثنين. وبعتقد اللي صنفوا المطرانيوس بشارة بوجهة سياسية كان تصنيفهم لغاية خبيثة في نفس يعقوب. مطرانيوس بشارة أحب كل اللبنانيين وعمل للبنان ومواقفه وطنية، وممكن أن نعود إلى كل مواقفه. ويمكن أكثر مطرح قدر بلور فيه الإطار الجامع للبنان عندما قاد بتكليف من البطريرك سفير، عندما قاد مسيرة المجمع البطريركي الماروني ونسق أعماله. نعم. بعتقد هيدا المطرح، بس نرجع للنصوص نقدر نعرف قديه مرتبطة توجهات المجمع البطريركي الماروني بين 2003 لل 2005، وبعدين طلعت الوثائق 2006. نقدر نشوف قديه ارتباط هذه الوثائق برجاء جديد للبنان اللي هو الارشاد الرسولي. وبعدين بنشوف كمان قديه استلهم سينودوس مسيحي الشرق الاوسط كمان من هذه النصوص توجهات أساسية، خصوصا فيما يعنى بنصاي الشأن العام. في طلاق كبير بيناتهم. نعم. بفرادة العيش المسيحي الإسلامي تحديدا. مطرانيوس بشارة ما كان عنده موقف سياسي، كان عنده موقف وطني. والمطرانيوس بشارة يمكن كتار يلي عايشوه عن قرب من رجالات سياسي بيعرفوا انه كانت خطوطه الحوارية ممدودة مع الجميع، ولكن لم يكن رماديا. ما كان المطرانيوس بشارة بيقول موقف اليوم بالعلن وبعدين بس يجي اتصال او بس حدا يزوره يطلع يقول عكسه. حلو استاذ زياد، يعني هيك موقف رائع. هيك تنختم بدي بس هيك كلمة، شو بتقله اليوم يعني بيوم وديعه للمطران بشارة؟ بتقول له رح نشتاق لصمتك ولحكمتك، وصلي لهالبلد. امين يا رب. شكرا لك استاذ زياد الصايغ، خبير بالسياسات العامه.